سوي لك حفرة في بطيخة. وهي طريقة سهلة. سهلة جدا. إذا بك بالدنيا على الحسين يدخل الجهنم وليس لها حرب. البكاء على الحسين أعظم من البكاء على رسول الله. شلون؟ المسألة دي تتبنى صفات الحديث مع مالك يا منيل؟ انت عمال بتفكر فيه وجحت دماغي من تفكيرك من صلاحة ربوني. ده فيه سؤال في الدنيا حج عوض محيرني مدروخني كده هو، والوقت اتأخر ومش لاقي شيخ اسأله. مش لاقي شيخ تسأله ازاي يا عبيط انت؟ انا قاعد معاك في الغرفة. ده انت ده مصيبة كبيرة. قاعد معاك الحج عوض بذات نفسه ومش لاقي شيخ تسأله، ده عيبة يا جدع. قصدك ايه يا حج عوض؟ قصدي يعني اسألني على طول في الدين، مش محتاج وسط عشان تسألني. يعني اسألني في اي حاجة هي كيمياء، انا اجاوبك على طول. يعني اسأل وانا مطمن؟ اسأل يا جدع، انت معاك جهبز في العلوم الشرعية. جهبز بقولك جهبز. طيب يا حج عوض، لو الكلب عمل حمام على الجدار نعمله ايه؟ لو الكلب عمل حمام على الجدار نعمله ايه ياض يا عوض؟ نعمله ايه؟ ايوه، نهد الجدار ونبنيه 7 مرات. سهلة اهي، نهده ونبنيه 7 مرات. ايوه 7 مرات. مالك مستغرب ليه؟ لا مش مستغرب ولا حاجة، اصلي الجدار ده بتاعك انت. الجدار بتاعني؟ ايوه بتاعك انت. انا بقول ان يعني اجمع العلماء اللي زي حالاتي على ان قليل من الماء يطهره. يا ولا قليل، شوية مية كده نكبهم على الجدار، ايه المشكلة يعني؟ عادي. عليك يا حاج عوض والله مش محتاجة كلام يعني. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البهبهانة في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مش معنى إن أنا أقول لك إن السماء ما بتنزلش مية من القمر فده تقليل في شأن القمر يعني، لا، المية بتنزل من السحاب. فلما أنا أقول لك إن الشمس ما بتنزلش مية ساقعة فده ليس ذم فيها ولا مدح فيها يعني، كل حاجة وليها خصائص. بالظبط لما أقول لك إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ما بيقدرش يحيي الموتى أو إن هو ما بيتحكمش في الكون فده ليس تقليلا في شأنه، وزي ما قلنا إن القمر لو قلنا عنه إن هو ما بيطلعش في النهار فده ليس تقليلا فيه، هو ربنا خلقه كده. طيب لو جه واحد فلحوس مثلا، فلحوس ده اللي هو شيعي، قال لك لا القمر بيطلع بالنهار وبينزل ميه وبيعمل فطير بالبرتقال. طيب يا سيدي ورينا، ايه دليلك على الكلام ده؟ كده مال. فاللي انت هتسمعه ده واللي احنا هنضحك عليه ليس له علاقه بسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، الضحك فقط هيكون على العقول اللي بتعتقد في الكلام ده. بس خلونا نبدا. الإمام الصادق يقول: من قال يا علي مرة واحدة كأنما ختم القرآن 18,000 مرة ختمها رسول الله. ما علي بويا هذا علي. على كل في مورد نفس هذا السب واللعن يكون من أفضل العبادات عند الله، يكون في منزلة لا إله إلا الله، يكون في منزلة سبحان الله. فإذا قلت لعنة الله على كأنك قلت لا إله إلا الله، أو كأنك قلت ما شيعة يا باش، دول شيعة. في يوم العاشر من محرم بعض النسوة يقمن بجز شعورهن، فهل يجوز ذلك وهل تجب عليهن الكفارة؟ مرأة تقص شعرها، تجز شعرها، تتفاعل ويا المظلومية والمصيبة يوم العاشر من المحرم تفاعلا مع مظلومية المولى أبي عبد الله الحسين، فهل
جز المرأة لشعر رأسها جائز؟ وهل إذا قامت المرأة، لو قامت المرأة بذلك الفعل بذلك الجز، يجب عليها أن تقوم بدفع الكفارة لأنها قامت بجز شعرها في مظلومية الحسين أم لا؟ الجواب يجوز ولا كفارة عليهن. يجوز حق عوض بعينه، الحق عوض عوض يعني عليهن. إذن بعض النسوة اللي يتفاعلن ويا مظلومية الحسين ويا مصيبة الحسين، يتألمن على ما وقع على المولى أبي عبد الله الحسين، فيقمن بجز شعورهن، لا إشكال في ذلك، يجوز. ثم لا يجب على تلك النسوة أن يقمن بدفع الكفارة، فالفعل جائز ولا يجب عليها أن تدفع الكفارة. أما إذا نمت في حجرتك وتغطيت بألف غطاء والليل مظلم، لكان محبوبك أقرب إليك من حبل الوريد، يسمع أمسك ومناجاتك، يسمع صوتك وشوقك حينما تقول يا مهدي. المسردي الهرباء، المسردي بالهرباء تقول يا مهدي يسمعك. المحبوب المجازي لا يستطيع أن يقدم لي خطوة، أما صاحب الزمان يستطيع أن يقدم كل شيء لكل شيء. أما صاحب الزمان يستطيع أن يقدم كل شيء لكل شيء. المسهرد بالهربان يقدم كل شيء لكل شيء. اليوم أحد الشباب كنت جالس مقابل الضريح، اسمع باش، فجاء قال شيخنا انصحني نصيحة، قلت له اجلس بجنبي وافعل مثل ما أفعل، قال وماذا تفعل؟ قل جاي اعترف للحسين عليه السلام بتقصيري في حقي، جاي اقول له انه انا عبد بس مو كما ينبغي، انا قصرت، انتو دائما يدكم هكذا الي، انا الانسان القليل الادب معكم، انا اللي ما جاي احسن سيرتي وسلوكي معكم، انا ما رأيت منكم الا جميلة، بس انتو رأيتوا مني قبيح كثير. كما يقول الله لعبده خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كذب على الله، إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي. فرصة لمن هو الآن في جوار الحسين عليه السلام، فليعترف بذنبه للإمام، وخلي يكون صريح مع الإمام. نفس اعترافات النصارى بالضبط، ما يخفى عليه شيء، كل ما ستخفيه عنه يعرفه، يعلم الغيب. يقول وإن قور بطيخة. استنى بس يا عم، ده لو عندك عيال صغار ولا حاجه وزعه كده، ده بيتكلم على نكاح البطيخ، تتجوز بطيخه لو انت ما عندكش القدره انك تتجوز، فتجيب بطيخه وتقوى. انا بقول عد المقطع ده احسن احسن يعني، انا هقصه صراحه يعني ما ينفعش سوي لك حفره في بطيخه. أو عجيناً، عجينة وتسوي بيها ثقب أجلكم الله. شيعة. أو أديماً أو نخشاً في صنم، صنم تجيبه وتسوي بيه ثقب على مقدار. فأولج فيه فعلى ما قدمناه من التفصيل. يعني أنت يجوز لك أن تولج البطيخة وفي الصنم وفي العجينة إذا كنت غير قادر على الزواج، فبدلا من أن يجوز لك فعل ذلك، وهي طريقة سهلة سهلة جدا. وهكذا عقول الشيعة. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، استنونا في فيديو جديد إن شاء الله، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبطر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا رجاء